وعقب الافتتاح تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الثاني لتطبيقات السياحه الصحيه وخلال تفقد المعرض زار مدبولي عددا من الاقسام التي يتضمنها ومنها جناح الهيئه العامه للرعايه الصحيه حيث استمع الى شرح حول جهود الهيئه وامكاناتها وتجربتها الرائده في التغطيه الصحيه الشامله، كما زار اجنحه عدد من المنشات المعنيه بتقديم الرعايه الصحيه من منشات القطاع الخاص والمجتمع المدني واخرى متخصصه في علاج الاطفال والمسنين.